يا حبيبتي، فكم ان شاء الله تكون بخير وبصحة وعافية. واسرع القطع، واليوم طبعا ما بطول القصة عشان فقط 4 دقايق. اوكي، وبس اوكي، هاي كيفكم؟ احكي عن قصتي، والقصة هي ان بنت انحبست بالحمامات المدرسة. هاي كيفكم؟ انا رنا. كنت بيوم عادي بايام بفطر وبروح لمدرستي، يعني باخذ الحصص عادي. كنت يعني مرة مبسوطة بمدرستي، وكان الاولاد تحبوني مرة عشان كنت مجتهدة وكذا. اوكي، فمرة كنت عادي بالمدرسة، كنت أبغى أروح الحمامات الله يكرمكم، يعني عملت كل شيء، يعني كان تقريبا نهاية الدوام. سجلت الأستاذة سألتها، بس هي تنسى مرة. أوكي، بس أنا ما كنت أعرف إنها تنسى مرة، نسيت. رحت الحمامات عملت كل شيء يعني، وأبغى أفتح الباب مو راضي ينفتح، عارفين يعني مو راضي، إيش ما سويت مو راضي ينفتح. أوكي، فأنا ما أول شيء ما خفت، بس لما قالوا الأساتذة يلا اطلعوا يعني وكذا يعني، وانا بلشت اخاف وصرت اصرخ بس ما حد يسمعني، عشان صاروا كلهم برا المدرسة، وبرا المدرسة يعني في ضجة مرة، صار مكان هدوء، بس انا كنت خايف مرة، كنت اصرخ لحد ما طلعوا كل الناس، حتى يعني اللي اني ناس المدرسة وكذا وتفتت. وكيف فجأة يطفي النور. اوكي، فانا يعني الباب كان حديد وقاسي مرة، فكنت عم احاول افتحه بس ما ينفتح، ويعني فقدرت اسوي شيء كان خطر بس انا قدرت اسويه. اوكي، طلعت على الشطافة، أكيد كلكم تعرفونها يعني، الله يكرمكم يعني. أوكي، هو الباب كان حديد مرة صلب يعني ما ينفتح. أوكي، طلعت عليها بس كنت أحاول فوق يعني 5 مرات، وأنا أحاول أطلع عليها يعني. أوكي، الحمد لله طلعت فوق الباب، بس كمان يعني الباب حديد، وإذا نزلت بتكسر يعني. أوكي، فحاولت أطلع بكل جهاز، وأخيرا قدرت أنط، ما صار لي شيء الحمد لله، سليمة غانمة يعني. أوكي، طلعت سليمة وكنت مرة جيعان الحمد لله، كان معي نص موية بس شربتها من الخوف. اوكي، اوكي، فقلت لما رحت المقصف وكذا وكذا، انا ما قدرت اروح المقصف عشان كان مسكر، فرحت على مكان قبل يعني، صرت ادور زبالة عشان اكل بس يعني، يعني اتوقع يعني عرفتهم. اوكي، اكلت كل شيء، فتذكرت اني بغرفة الادارة في تليفون ساعدنا ان ندق اهلنا اذا صار حادث او شيء. اوكي، بدأت أدور عليه بس مو راضي يعني إني ألاقي، مو راضي. أوكي، فكان المكان معين دائما يحطوه، بس الحين أبغى اختفى. أوكي، بعد عناء طويل قدرت ألاقيه، واتصلت على أبوي ما رد، اتصلت مرة ثانية ما رد، رحت اتصلت على أمي ما ردت أول مرة، بس ثاني مرة ما ردت، وثالث مرة ردت الحمد لله. قلت لها ماما وينك، وأنا بالمدرسة وكذا، وحكيت لها السالفة وما أدري إيش وكذا، وكانت قالت لي إحنا خبرنا الشرطة وما أدري إيش وكذا يعني، وكذا نزيل أشياء، ويعني قالت إن بروح بقول للشرطة يجون يفتحوني والإدارة وكذا. فالحمد لله فتحوا لي، وأنا طلعت، وكنت مرة خايفة، كنت أبكي مش من الخوف، لا من الفرحة إني طلعت، كنت أشوف الشمس وكذا، وعانقت أمي وكذا يعني، كنت مرة خايفة. بس كده القصة انتهت، وعاقبوا المدرسة ومنعوا تبع هدول الهيئة، منعوهم وأنا طلعت، وكذا كانت القصة. أتمنى إنها تعجبكم، وبس بحبكم مرة مرة مرة.